لنعمل كريم كراميل بالفواكه بدنا 2 موز، علبة أناناس، 2 كيوي، كمان بدنا 250 جرام من الفراولة، 250 جرام من الكرز، 12 حبة بسكوت شاي ولتر حليب. للكريم كراميل بدنا 7 بيض، 3 أرباع كوب سكر فانيلا، لتر حليب وكوب سكر للقاع أو عبوة كريم كراميل. عبوتين. عبوتين. حطيت على النار الحليب حليب. والسكر مع بعضه علشان خاطر نكسب وقت. ودلوقتي هنقطع اي نوع فواكه انتوا بتحبوه، يعني انا مستعمله ده، مستعمله الاناناس والموز والفراوله، الاتش كرز مطرح ما كنت يعني، فجبت عنب اسود على انه كرز، يعني استعملوا اللي انتوا عايزينه. عنب بيمثل انه كرز. دلوقتي احنا بنحط فواكه بقى قد ما احنا عايزين، بس كل ما بتزيد كل ما بتبقى أحلى. هناخد دلوقتي البسكوت، بنجيب بسكوت شاي. أوكي، بناخد بسكوت الشاي. بسكوت الشاي لذيذ ليه؟ لأنه بيبقى عامل كأنك عاملة كريم كراميل بالكيك. أيوة عرفتي. فبنحط هنا الكريم البسكوت بتاعنا. هاي طبقة فوق الفواكه. دي طبقة فوق الفواكه بالشكل ده. عندنا هنا الحليب، حليب بتاعنا مع سكر، الحليب والسكر. هنحط له بس البيض والفانيلا. ادي الفانيلا، هنحط البيض وهنبتدي نخفقه مع بعضه لغايه ما يندمجوا مع بعض كويس. طبعا لازم لما نحط البيض على الكريم كراميل لازم يكون الحليب بارد. ممكن كمان اسهل واسهل نضربه في الخلاط. بصير. هنخلطهم دول مع بعض كويس، هنحطهم هنا في فوق. دايركت. على طول فوق البسكوت والفواكه بتاعتنا. وهنحطه في حمام مائي على الفرن لمده ساعه. حمام مائي. اوكي. درجه حراره 180 190. 190. خلاص ادي كده الحليب بتاعنا جهز. بناخده بنحطه فوق بالشكل ده. كده. وزي ما اتفقنا في الفرن على درجة حرارة 180-190 لغاية ما يستوي. في حمام مائي أهم حاجة. وبعدين بيطلع لما بيخلص بيكون ده شكله هناك. اللي احنا شايفينه هلا. البسكوت بيطلع فوق. يعني البسكوت بيطلع فوق كده زي ما انت شايفه، فوق في الصينيه هنا، فلما بيجي نقلبه ايوه بيبقى هو تحت. شايفه ازاي؟ بصير زي كانه طبقه بسكوت تحت، كانه طبقه كيك. بس شوفي شكله شو طالع حلو. لذيذ. قاد رح ينبسطوا عليه بالمناسبات، بعياد الميلاد، يعني من الاطباق السهله على فكره وسريعه بالتحضير. بس بضل مدة الفرن قد ايه بضل بالفرن؟ يعني بنقدر نحطه لمده ساعه. بده ساعة. ساعة. حمام مائي أهم شيء. على حمام مائي، وإحنا مش حاطين تحت طبعاً الكراميل علشان ما يضيعليش منظر الفواكه. أوكي.